اهلا بكم. في حاجه مهمه جدا بدات تظهر في العالم دلوقتي، هي موضه الكيرفي، الرجوع مره اخرى الى الشكل الكيرفي. ده الشكل اللي كان موجود في الثلاثينات، الاربعينات، الخمسينات، انه الست بيبقى فيها زي ما بيقولوا ملامح الانوثه واضحه جدا. في الستينات والسبعينات الشكل الرياضي، الشكل النحيف، والثمانينات الشكل الرياضي السبورتي، ست رياضيه قوي، رفيعه قوي، كانت موضه. لكن رجع ده، حطوا كيلي بروك عارضة الازياء الممثله الانجليزيه عندها 35 سنه مثل او مثال لاحلى جسم كيرفي في العالم. لو انتوا خدتوا بالكم ان هي تخينه، هي اوفر ويت، مش رفيعه، لكن دي مصممه ازياء، دي عارضه ازياء وعارضه ازياء مشهوره. وزنها هنا باين ان هو قل شويه، يعني في اللي فات دي كان وزنها زايد، دي قل شويه بس برضه لسه كيرفي. ودي قالت انه نظره الرجل لجسم المراه الكيرفي دايما مرتبط بانه بيشوفها اكثر صحه، اكثر قدره على الانجاب، اكثر جمالا، اكثر جاذبيه. ده صح جدا. كمان الدراسه قالت انه معايير الجمال زي الطول والوزن وشكل الوش والجسم كلهم بيرتبطوا ببعض وبيعملوا زي ما تقول معادله كامله مع بعض. الى وقت قريب جدا الجسم الكيرفي كان مش مفهوم ابعاده ايه. دلوقتي علماء التجميل، الدكاتره جراحين التجميل بداوا يحطوا له ابعاد، بداوا ينظروا له بمقاييس واضحه جدا جدا. السنتي هيفرق، وجسم الست جسم مهم جدا، يعني اكثر كمان من الراجل. الراجل يتقبل الدفوهات، الست ما بتتقبلش الدفوهات في شكلها ابدا. تعالوا، والراجل دلوقتي في كتير من الرجاله دلوقتي ما بتحبش الدفوهات في شكلها، لكن تعالوا النهارده نفهم كيف نتعامل مع جسم عايزين نديله مقاييس مناسبه له، ودي مهمه قوي. ضيفي العزيز اسم كبير في عالم جراحه التجميل، والحقيقه مبدع في حواره، وايضا اسم شديد الاجتهاد في عمله الاكلينيكي، على المستوى الاكلينيكي. والجمال في حواري دايما معنه دايما خارج الصندوق، دايما حوار مش تقليدي، دايما حوار فيه مزيج من العلم المرتب الاكاديمي طبقا للموجود في الكتب، وايضا للواقع اللي بيقول المريض بيبقى عايز ايه، طلباته ايه، ساحات الاكستريم بتاعه بيكون عامل ازاي. ده بيحكي لي يوميات جراح تجميل، بس واحد من سوبر ستارز جراحات التجميل في مصر والعالم العربي، الاستاذ الدكتور حاتم السحار. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا طيب. الحقيقه فعلا انت بتديني مزيج جميل، ربنا يخليك، ما بين الكلام الاكاديمي والواقع اللي انت بتشوفه. عايز ابدا الاول بالكلام الاكاديمي. جسم جميل مقياسيا ازاي؟ طيب، اولا يعني ايه جسم جميل؟ جسم جميل يعني النسب بتاعته متناسقه مع بعضها، دي رقم واحد. طيب انا اعرف النسب متناسقه او مش متناسقه ازاي؟ على حسب التشكيل العظمي لهذا الجسم. في كذا شكل للتشكيل العظمي، في الشكل اللاتين اللي هو من فوق قليل ومن تحت عريض، في الاوروبيان اللي هو تقريبا يعني حته واحده ما فيش وسط قوي. كل جنس وليه تكوين عظمي مختلف عن التاني، ده رقم واحد. تاني حاجه بنشوف التكوين العضلي بتاع هذا الجسم، يعني نتكلم على عظام وعضلات اللي هما التو كونستانت بارت او الاثنين الثوابت اللي موجوده في اي جسم انسان. على هذا الاساس بنظبط نسب الجسم بحيث انها تليق على هذا القالب اللي موجود، وده اللي بيسموه النحت. يعني ايه نحت؟ يعني بظبط الجسم بشكل معين يتناسق مع التكوين العظمي والهيكل العضلات بتاع هذا الجسم، ده اسمه النحت. مفيش مقاييس ثابته، هي مقاييس بتختلف من انسان الى اخر على حسب شكله التكوين العظمي والعضلات بتاعته. كتير بقى بيرتبكوا ما بين شفط وشد، وتيجي الست يعني ايه تعمل لك طبعا هيدك. انا عاوز شفط، انا عايز شفط. لا طب واحد شفط واتنين شد. وضحهم يعني ايه، امتى الجا للشفط؟ نتكلم بمنتهى البساطه، هو انت المشكله في اي منطقه عندك حاجه من ثلاثه. رقم واحد يكون عندك دهون زائده في هذه المنطقه، ده رقم واحد. رقم اثنين ان يكون عندك ترهلات زائده في هذه المنطقه زي
العيانين اللي عملوا التكميم او تحويل المسار وفقدوا وزن كبير، فبيبقى عندهم مشكله بعد فقدان الوزن ان هم عندهم ترهلات في اماكن كتير في جسمهم. يبقى اذا يا اما مشكله دهون، يا اما مشكله ترهلات، يا اما مشكله ضمه الاثنين مع بعض. يعني ايه ضمه الاثنين مع بعض؟ دهون وترهلات. اشهر مثال على هذا السيدات بعد الحمل والولاده، بيبقى فيه دهون متراكمه، في ترهلات بسبب عدم لعب الرياضه بعد الولاده والكلام ده كله. فانت عندك واحده من ثلاثه، دهون فقط، ترهلات فقط، او دهون وترهلات. الدهون فقط حلها الشفط، واتفر التكنيك مش هنتكلم دلوقتي، يعني نتكلم فيزر، هو مفيش حد بيستخدم فيزر دلوقتي. الترهلات بس يبقى حلها شد، دهون وترهلات يبقى شفط وايه؟ وشد. معلومتين، هذه العمليات ليست للاوزان الثقيله، ده تظبيط مقاييس جسم وليس تخسيس للجسم. يبقى اذا النحت باي وسيله من دول ليس الهدف منه انقاص وزن، الهدف منه تظبيط نسب. يعني ايه تظبيط نسب؟ يعني هي نسبها مثلا مش معتدله مثلا، فانت مهما خسيت او مهما تخنت هتتخن او تخس بنفس هذه النسب. فالهدف بتاعنا تظبيط هذه النسب مما يتناسق مع الجسم، سواء شفط فقط او شد فقط او شفط وشد. وهذا ينطبق سواء على رجل او امراه على حسب الشكل بتاعي. طيب الشفط في جميع هذه الاحوال نسيت اقول ان ممكن اخد الدهون وانقلها في مكان يحتاجه هذه الدهون، زي ما قلنا في الوش، في الارداف، في الكلام ده كله، بحيث ان نسق الجسم بشكل كويس. طيب الشفط خلاص، هو فتحتين صغيرين عن طريق الفيزر، بنشفط هذه الدهون من هذه المنطقه ونحقنها، او مش او لو مش محتاجه تحقنهم خلاص بنحقنهم في مناطق ايه اخرى محتاجاها، وبنرسم بيها الكيرف بتاع المراه، وده بيبقى فاين يعني بالفاين بالفيزر بكل حاجه، بحيث ان ابين حتى الخطوط السكس باكس بالنسبه للراجل، الوسط، الهاي ديفينيشن، التو ابس بتوع الست، في حاجه اسمها تو شادو لاينز، خطين على الجنبين كده، ده الشفط. طب هل السيدات اللي فقدوا وزن كبير او الرجاله اللي فقدوا وزن كبير بسبب تكميم وتحويل المسار مش محتاجين نحت؟ اه بتنحتوا، بس هذه المره مش مجرد شفط، بيبقى عمليات شد، شد ترهلات، اللي هي سواء في الذراع، في الجلد، في الفخذين من جوه، في البطن، ده شد ترهلات. جت بقى الكلام الجديد بقى، الترهلات قسموها ثلاث انواع، بسيطه ومتوسطه وشديده. اوكي، طب هو ايه الترهلات؟ هو الجلد فقط، الليونه بتاعته بقى ممطوط زي الاستيك الممطوط. طب هل في كل الاحوال نعمل عمليات شد؟ ظهرت حاجه اسمها الراديو فريكوانسي، مجرد اشعاعات او طاقه معينه، قالوا دي لما نحطها على الجلد بتسخن طبقات الجلد، بتعمل حاجتين، بتخلي الجلد يغض تاني، ده رقم واحد. رقم اتنين، بتساعد ان في خلايا جديده بتنمو، بتساعد ان الكولاجين كمان بيزيد، فبتساعد ان الجلد يتغض لوضعه الطبيعي. طيب ابتدوا يعملوا الحكايه دي من بره، في الوش ومش عارف ايه والكلام ده كله، جهاز الجي بلازما من بره بيمشوه على الوش، بيمشوه على الايد، بيمشوه مش عارف ايه الكلام ده كله، ابتدى في نتائج كويسه. طيب جه التفكير بقى على حاجه تانية، طب هو الجلد اللي بره ده مش هو ده الاصل، الطبقات الداخليه من الجلد هي الخلايا او المكنه اللي بتدي الكولاجين والمكنه اللي بتدي الخلايا الجديده. طب انا عاوز اسخن او اودي الاشعاع ده راديو فريكوانسي لهذه الخلايا الداخليه. قال لك خلاص، احنا اول حاجه عاوزين نسلط هذه الاشعاع على الخلايا الداخليه دي، فانا دخلها من فتحه صغيره على هذه الخلايا. طيب اهم حاجه قبل ما اعمل الكلام ده، لازم الجهاز يوصل لهذه الخلايا على طول، ما يكونش في حاجز بينهم. فاذا لو في طبقه من دهون لازم اشفط هذه الدهون. يبقى اذا قبل ما استخدم هذا الجهاز لازم اكون الجهاز على الجلد على طول من جوه، عشان اسخن الجلد من جوه ويكون ما فيش دهون، عشان ما يبقاش في طبقه عازله بين هذا الجلد وبين هذا الايه الجهاز. اكتشفوا نتائج مذهله. يعني ايه مذهله؟ قال لك الترهلات البسيطه والمتوسطه نتائج وهميه عن طريق استخدام هذا الجهاز، الجي بلازما. قال لك ان الجلد بيرجع لوضعه الطبيعي، 50% من النتيجه بتبان دايركتلي وقت البروسيديو. ده يخدم قطاع عريض من الناس اللي هو حرام، انت بيجي لك عيان تقعد تبص عليه كده، طب انا هعمل عمليه ليه؟ شد، هو لسه يعني الترهلات، تعرف هو بنسميها في الطب احنا جري زون. يعني انت دايما عندك ابيض وابيض وابيض واسود، ده خلاص مش هياخد علاج، ده هياخد علاج، في منطقه في النص، ده همشيه ازاي؟ زي ما في البطن كونزرفتيف ولا هندخل، يعني قصه كبيره. وجاي زون دول فئه مش صغيره، فئه كبيره جدا. طيب مش عاوز يحط جرح في جسمه،
عاوز مش عاوز اي علامه في جسمه، مع ان علامات الشد تتحط في اماكن مخفيه وبتختفي مع الوقت، بس هو مش محتاج لسه فاذا ومش طبيعي. انت قلت زي ما انت قلت متوسط وبسيطه حرام تحط فيهم جرح، هي كل حاجه وليها لازمه. فقال لك نستخدم الجيب لازمة ده، ابتدى الاستخدام بتاعه في منطقه مهمه جدا، منطقه الرقبه والوش، منطقه بتعاني من ترهل سواء عملت عمليات او ما عملتش عمليات، السن عامه بيأثر على هذه المنطقه. فقال لك هنعمل نيكروجوفينيشن بهذا الجي بلازما، منطقه الدراعات ما في ستات كتير او منطقه الدراعات الجرح بيبقى جوه وبيسيبش علامه والكلام ده كله، بس في مناطق بيبقى فيها ترهلات بسيطه جدا. طب ليه حرام اعمل فيها هذه العمليه؟ مش واصله دي العمليه، حرام حرام. قال لك الترهلات البسيطه المتوسطه بنستخدم فيها الجي بلازما، راح خلوا المسدس اللي بيخش جوه ده اطول وانتنستي اعلى. بتشفط برضه، لازم تشفط عشان نرفع، يبقى المجرد جهاز متسلط دركي على الجلد يروح داخل هذا الجهاز وجاست فيو بالظبط، المسدس تك 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 والمساعد داخل بايده يعني من بره بيدوس على الحته اللي انا ايه الجلد بيلزق، مش بهرج الجلد بيلزق فعلا، يعني النتيجه بتبان اون ذا سبوت، اون ذا سبوت 50% من النتيجه. ومع الوقت لما يحصل بقى ان الكولاجين بيبتدي يطلع والخلايا بتطلع النتيجه بتتحسن مع الوقت. فانت عندك قطاع كبير قوي من الناس استفاد بهذا الموضوع، ان عندك بدل ما تعمل عمليه فتحه صغيره بنج موضعي جابت نفس النتيجه. بس هذا لا يغنى، وانا بوضح تاني، مش في الترهلات الشديده، هيبقى الجراحه موجوده شديدة. موجوده ونتائجها عظيمه، محتاج يتعمل له جراحه هيتعمل له جراحه يا جماعه. هو مش مفيش حد بياخد دواء لكل الامراض، كل حاجه وليها حاجه. الترهلات البسيطة والمتوسطة وليست الترهلات الشديدة. نفس المكان نفس الموضوع استفادوا بيه بقى في الجزء الداخلي من الأفخاد. الجزء الداخلي من الأفخاد عند الناس كتير في مصر ضعيف جدا، مفيش حد بيلعب رياضة، مفيش تمشيات كتير، فبيحصل الآتي: كمية السيلوليت وكمية الترهلات في هذه المنطقة كتير وكمية الدهون كتير. تيجي تشفط الدهون بالفيزر، احنا قلنا الفيزر بيمنع الترهل وليس يعالج الترهل الموجود. فهي شفط الدهون الترهلات بيزيد، بس لسه الجلد ضعيف، تحس ان الجلد مش مشدود. طيب كان الحل الاولاني ان احنا نعمل عمليات الشد. طب ظهر الموضوع جديد بقى، لو جيب لازم نفس التكنيك، اشفط الدهون، هدخل المسدس جوه، جاست فيو ادوس امبلسز معينه، بدوس على المسدس ده تك 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 والمساعد وراي يروح دايس على الجلد، يبقى مخلي الجلد يزق على ضغط. نتيجه مذهله في هذه المنطقه. يعني عايز اقول لك ان في عيانين تقول لي انا مش عاوز الجرح، لو هتحسن 50% ما اعملش الجرح، انا عاوز اعمل ايه؟ الجي بلازما. لان الجرح في هذه المنطقه بتاعت شد الافخاد سيء جدا 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 جدا، وقلنا السبب ان عضلاتنا قويه والكلام ده كله. بيختفي بس بياخد وقت طويل قوي عقبال ما ايه؟ ما يختفي. قالوا طيب نخش بقى على ايه؟ المنطقه الثالثه، يعني هو دول المنطقتين اللي ما فيهمش ضعف عضلات. بيبقى دايما الدراعات والافخاد ما فيهمش ضعف عضلات. قال لك عاوزين نجربه على جلد سميك شويه. اقسم يعني الناس لازم تفهم ان الجلد يا جماعه ليه سمك. هذا سمك الجلد بيختلف من مكان لمكان اخر، يعني الجفن بيبقى سمكه رفيع غير جلد الكعب اللي هو يعتبر اضخم سمك الجلد في البني ادم نفسه. نبتدي على جلد الضخ، جلد الضخ ربنا خلقه سبحانه وتعالى بسمك كبير عشان حمايه للاعضاء والعمود الفقري والكلام ده كله. كتير قوي من الستات بيبقى عندهم مشكله اسمها الباك هولز. يعني الباك هولز تحت حز البراء بيبقى فيه حتتين كده كتل، هي فاكره انها دهون. طب اعملي تجربه بسيطه جدا، ارفعي ايدك لفوق اكنك بتسرحي شعرك، هتلاقي الحته استوت تماما، ما بقاش فيها الباك هولز ده. هي دهون اختفت؟ لا ما اختفتش. امال ايه المشكله؟ انت حاسه ده الترهلات اللي موجوده. فقال لك خلاص نستخدمه في ده ترهل، ترهل بدا ما هو اصل الدهون هتروح فين؟ يعني انت لما ترفع كده ما الدهون هتفضل مكانها. هي كتير قوي ترفع ايديها تعمل تسرح شعرها تلاقي الموضوع بقى مستوي. طب هي الدهون اختفت؟ شفطت؟ لا ما شفطتش. المشكله ده كان هي صعب هي تشوف اللي حد وراها لازم هي بتشوف في المرايه، يعني هي تعمل كده وتبص على جنبها في المرايه هتلاقي نفسها الدنيا اتفردت. 90% منهم بيبقى مشكله جلد، مفيش رياضه، قاعدين او قاعد او هي قاعده مفيش رياضه مفيش حركه، فحصل فيه ترهلات في الجلد. الجهاز بقى هنا برضه بيجيب نتيجه وهميه، شفط هذه المنطقه لشيل اي دهون، تدخيل الجسم من نفس الفتحه تروح تك 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 المسدس يشتغل، وبعدين هو المساعد يروح دايس ورايا وانا راجع ورا يخلي الجلد يزق في هذه المنطقه. وخصوصا ان المنطقه دي عضلات الظهر من اقوى العضلات الموجوده في جسم الايه؟
البني ادم. انا عاوز اقول لك العمليه دي او الحكايه دي ريحت ناس كتير كتير قوي من الستات، تقول لك انا مش عارف البس، مش عارف البس فستان سواري، مش عارف اخرج بسبب هذه المنطقه اللي بيسموها الباك هولز يعني. ليه يا ست الكل؟ لا مش باينه، اجي البس بلوزه، اجي البس فستان، تلاقي الدنيا مش حلوه من هنا، ظهري انا مشكلتي في ظهري، كل ما تشفط كل ما الموضوع يزيد ايه سوءا. طيب جه هذه الحل، كان الحل الاولاني تعمل عمليه شد ويبقى في جرح موجود في ظهرها، وجرح الظهر بيبقى برضه زي الافخاد بدمه تقيل عشان عضلات قويه. فظهر جي بلازما بقى النتيجه حلوه جدا 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 جدا، وفي نفس الوقت مفيش جرح، هي نفس فتحه الشفط اللي هي الشفط بيمكيش ملي 2 ملي، بتشفى من الدهون، العينه صاحيه، تدخل الجهاز يروح عامل النتيجه، النتيجه 50% بتبان وقت العمليه، وزي ما قلنا الباقي على مدار من 3 ل 6 شهور عن طريق تحفيز الكولاجين وعن طريق بناء خلايا جديده بتشد الجلد تاني. نيجي للغد بقى. ده بقى من احسن الاماكن. اه ليه بقى؟ لانه بيغير شكل البني ادم، انت بقى مش على حته بقى ايه دهون ومش عارف ايه ومستخبيه وبطني ومحدش خد باله ومحدش قال لي، لا اللغد، لا اللغد على فكره هو اول ما اخترعه جيب لازم طبعا عشان اللغد، عشان اللغد، عشان اللغد والديفينيشن بتاع الرقبه. على فكره نتكلم ده لما خدنا الصور دي خدناها في زاويه 48 اورز 48 ساعه. 48 ساعه. نتيجه مختلفه، الصوره اللي تحت صوره الراجل وخصوصا في السن ده، هو سن... جايب صور صعبه يعني، جايب صور لناس متقدمه كان في السن. الكلام ده كان حله جراحه، في الحاله اللي في حالات اتحط لها فيلر برضو بتهيألي في الفك هنا. لا 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 ما اتحطهاش. كل ده الشد، انت مش متخيل بيعمل ايه يعني، هو اصلا بدايته كانت هنا في الرقبه، في الرقبه. النتيجه دي بعد 24 ساعه، شوف كميه يعني لو جايب حالات صعبه، اللي جايب حالات تحتاج الى توتال اوفيشال. هو بص احنا تحدى يعني، لا هو مش تحدي، هو انت محتاج تشوف نتيجه واضحه دي بالحالات الحلوه قوي على فكره. عشان تشوف نتيجه واضحه يعني ايه تشوف نتيجه واضحه؟ اشوف حاجه تغير شديد في هذا الايه الشكل. فلما بشوف تغير شديد خلاص كده بتبقى ايه اي بليف من غير يا جماعه عمليات، من غير عمليات. بس في ناس تحتاج العمليات. بص نيفر سي نيفر، مفيش حاجه اسمها يعني، حضرتك انت دكتور وعارف اصول مجالكم. ابدا لا تقول ابدا. بالظبط يعني، هو كل حاجه وليها حاجه. هو مش بيع جهاز ولا تسميه ولا بروباجندا الجهاز، الجهاز ده ليه ليميت معين، اي جهاز في العالم ليه ليميت معين في شغله. برضه الجراحه موجوده، الحفاظ موجود، والجهاز موجود. المهم انت محتاج ايه؟ مش الجهاز ممكن يعمل كده، مفيش حد يقول لي انا عاوز، والنبي برضه عشان مفيش حد يقول انا عاوز واحد يجيب بلازما، مفيش حاجه اسمها واحد يجيب بلازما ولا اتنين يجيب بلازما. في حاجه اسمها هو انا عاوز اعمل المنطقه دي، لا انت ينفع لك شد، لا ينفع لك شفط فقط، ممكن ما ينفعكش تجيب بلازما، ممكن انت جلدك كويس وما عندكش ترهلات، او محتاج جي بلازما. تنورتني، ربنا يخليك، واسعدتني بحوارك الجميل الممتع الواضح، شرحت لنا بشكل واضح جدا وبشكل تفصيلي. بس يكون الناس فهمت، انا حاولت ابسط الامور. لا انت بسطتها وشرحتها كلينيكال. يعني انا عاوز ابسط الامور، ان من حق العيال قبل ما يعمل اي حاجه يعرف هو هيعمل ايه وليه. ودي اهم حاجه. دي اهم حاجه، تعمل ليه؟ ايه بالظبط؟ وليه؟ والتوقيت والكيفيه وعند مين؟ الكلام ده كله ده مهم جدا في عالم جراحه التجميل جدا. مرجعيه مهمه جدا الجمعيه المصريه لجراحه التجميل، دي جمعيه رائعه محترمه لازم دايما نرجع لها ونذكرها بكل خير. ضيفي العزيز سوبر ستار جراحه التجميل الاسم الكبير استاذ دكتور حاتم الصحار، نورتني وشرفتني في الناس الحلوه. ربنا يخليك يا دكتور، خليكم دايما مع الناس الحلوه. من اشهر الحاجات اللي ممكن الطفل يتم التنمر بيها هو انه يكون عنده عيوب بصريه، سواء حاول نظره ضعيف، بيلبس نظاره، هو صغير لسه على العمليه، لا هتلبسه نظاره ازاي؟ تلبسه نظاره اصل انا مكسوف ان انا البس ابني نظاره، هيقولوا للام ان بنتك بنظاره، فهتبقى مكسوفه في وسط العيله ان بنتها بنظاره. اهمال الحول في السن الصغير كارثه، لانه هيؤدي الى كسل العين وضعف الابصار يعني الدائم اللي مش هقدر نعالجه لو اهملناه في لغايه لما يكبر. دايما اقول للناس لو احنا عملنا ال 100 بني ادم عمليه حول، في 90 منهم مش هيحتاج حاجه تاني، وفي 10% هيحتاج خطوه مكمله.
بجد بجد يعني المفروض اي مدرسه بتقبل ان يحصل تنمر على الاطفال تتقفل بشمع احمر. شخصنا صح، التشخيص الجيد هنوصل للنتائج او للعلاج المظبوط. ايه الخطه العلاجيه في الزراعه؟ الاطعمه المتحركه دي مشكله كبيره جدا يا دكتور ايمن. اللثه اللي موجوده تحت دي كلها دي مش اللثه بتاعته، دي الحاله اللي احنا دي اللي احنا عاملينها. احسن حاجه طبعا في الدنيا ان